اهلا بيكم في تلفزيون عاصمه الخزف في الصين. هنا يا حبيب بيجي في كل مكان. عارف ان الروم اصل العرب ليه اسامات كتير جدا في النوع ده من الحاجات. بجد؟ ازاي يا حبيب؟ اقول لك الصبغه الزرقاء دي كانت بتستورد من الدول العربيه قبل مئات السنين. ده يعتبر منتج جينيا عربية. فعلا، وكمان مش الصين بس، يعني فضل منتج مرغوب في كل دول العالم. هل تعرف كيف تصنع الخزف؟ طيب بص، انا هعمل الخزف بتاعي وانت تعمل الخزف بتاعك ونشوف مين الاحسن. اوكي، انا قابل تحدي. تعرف انا حاسس ان انا وعظت نفسي في موضوع المسابقه ده، بس متقلقوش، انا النهارده هدور على واحد خبير في الخزف علشان يساعدني. نظام الطريقه التقليديه في صعد الخزف الصيني هو ده. يلا بينا. شكرا سيد بيبو، لو انت عايز تقعد تقعد في الفايل. المراحل دي صعبة جدا، هو تقريبا كم مرحلة دي؟ ينفع المادة دي تطلع اكتشافها في الدول العربية هناك، وبدأت الصين تستخدمها لأنها بتستخدم بتبقى تثبت في الرسم وأفضل من مواد تانية كتير. حتى لو انت شفت الطريقه الثانيه بدات توصل الكلام بدا يستخدم الماده دي على طريقه اوسع. وده ده المكون الاساسي في اللي هو سينفا اللي بيطلع في الاخر لونه ازرق وابيض. احنا تقريبا كده خلصنا كل المراحل وباقي مرحله التسجيل عشان نعمل الطبقه اللي بتلمع. وصلنا للمرحلة الأخيرة، الخزف بنحطه في الوعاء بتاعه المخصص ده علشان يدخل الأفران ويطلع في شكله الأخير. زناد علي يستخدم الطريقة التقليدية، فأنا هستخدم التكنولوجيا الحديثة في هذه المجال. أساعد المعلم في هذا العمل. هذه الخطوة خطوة أكثر مرهقة، وبعد ذلك كل الإجراءات أوتوماتيكية. 对加那个按钮铃在这里。好嘞。完了。قال المعلم إنه يمكنه إنتاج نحو 300 إلى 400 طبقة في كل ساعة، فهذا فعال جدا. هذا جميل، ولكن ليس جميلا بقدر كافي، لازم ألجأ للمعلم. إيه كمان 我都不知道从哪里下雨了，也像这样，这个是你待会儿启发的一种工具，泥梯图，泥梯图为什么呢？就跟泥梯图一样啊，看到了，沙漠上有了你下的这场雨，然后它开始在开花。我是干了，我一直，哎，那太棒了。أنا متأكد جدا هفوز عليه. بمساعدة المعلمة سأجرب مرحلة التزجيج الآن. سمعت؟ ولكن اختفت الصور، فأتوقع كيف ستطلع في النهاية. المرحلة الأخيرة الفرق. أنا متأكد أفوز على العالم لأنني صيني بتاع الصين. إيه رأيكم؟ شجعني. علي، ما رأيك في عملك؟ هل أنت راضي عن عملك؟ يعني في الحقيقة حينما وضعته في الفرن لم يكن عليه أي رسومات، فأنا متفاجئ جدا بهذه النتيجة الجميلة. نعم، وأنا كمان، يعني أعتقد أن هذا سحر الخزف أيضا، صحيح؟ يعني الشيء الذي تعمله في يديك
له طعم خاص. فماذا رسمت في طبق؟ دعني أشرح لك. يعني هذا هنا حاولت أن أكتب اسم بلدي والصين، مصر والصين، وهنا كتبت اسمي. هنا أيضا حاولت أن أكتب باللغة الصينية تينخوا. إذن أبو دوما، ماذا رسمت على طبقك؟ ماذا ترى في هذا الطبق؟ أرى كلمة الخيال باللغة العربية، وممكن بعض السحب، سحب في السماء. نعم نعم، قريب جدا، قريب جدا جدا. ممكن يكون السحب، ممكن يكون صحراء، ممكن يكون بحيرة. وزرعنا بعض الزهور اللوتس، يعني إذا تحب الخلف فالمدينة تعتبر مدينة الأحلام بالنسبة لك. لهذا أنا سمعت بعضهم يقول إذا كنت أنت فنانا ولديك أي فكرة يمكنك تنفيذها في تيزاجن. شكلك سألت على كل التفاصيل عن المدينة. هذا يرجع سببه إلى الصناعة الكاملة في المدينة، فممكن تصنع الخلف بكل سهولة، يعني من فكرة إلى منتج.